التوحيد هو الأمر الذي خلق الله لأجله العباد، كما قال الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليطيعوني. ومن طاعته توحيده سبحانه وتعالى. وتوحيد الله تبارك وتعالى كما ذكر أهل العلم ينقسم إلى قسمين: توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، أو يقولون توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، أو التوحيد العلمي والتوحيد العملي، سميها ما شئت، المهم أنهما مطلوبان. لا يمكن أن يكون الإنسان مسلما حتى يحقق التوحيد العملي والتوحيد العلمي، حتى يحقق توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية.